ولهذا ذكر أن حقيقة التوحيد قال أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط، لأن الذي يعني يشوش على العبد ويجعله يتعلق بغير الله هذه الوسائط والأسباب، إما أن يشرك شركا أكبر يجعل واسطة بينه وبين الله في العبادة، صنم، ملك، نبي، فهذا ما رأى أن الأمور كلها من الله. لو كان يعلم أن الأمور كلها من الله لماذا يدعو غير الله؟ إذا كان يعلم أن الله يسمع وأن الله يرى وأن الله هو الذي سيعطيه، ليش يذهب إلى قبر فلان يقول يا ولي فلان قربني إلى الله، اشفني، يا ولي فلان اشفع لي عند الله؟ إذا كنت تعرف أن الأمور كلها بيد الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لماذا تلجأ إلى غير الله؟ هذه الوسائط. وكذلك الأسباب، يعني انظر إلى الشرك الأصغر غالبه يرجع إلى التعلق بالأسباب، يتعلق مثلا بطبيب، يتعلق بمثلا وظيفة، يتعلق بمعلم، نعمة الله تعالى أجراها على يد فلان يتعلق بفلان، مصيبة جاءته على يد فلان يتعلق قلبه بفلان ويصب عليه غضبه، وهكذا تتعلق القلوب بالوسائط، يتعلق قلبه بمدير، يتعلق قلبه بمال، بدنيا، يتعلق قلبه بسمعة، يريد ثناء الناس، كلها وسائط بينك وبين الله تحول بينك وبين تحقيق حقيقة التوحيد. التوحيد حقيقته إذن أن ترى الأمور كلها من الله رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط. نعم أنت تأتي بالسبب، اللي سمعنا هذا إنسان ما يفعل السبب، يفعل السبب لكن ما يتعلق قلبه به ولا يلتفت إليه.